محمد العالمي معلم سباحة ومدرب كرة قدم. بالنسبة لـ 2020 كان فيها الوباء، كان فيها الوباء ديال كورونا وأثرت عندنا في الحياة ديالنا وفي الخدمة ديالنا. بالنسبة لي أنا كمؤطر أثرت عليا بزاف من الناحية المادية ومن ناحية المدخول، سدوا لنا التيرانات ما بقيناش خدامين، وبحكم كنخدم عاوتاني ميتراجور في البحر في عين الدياب أثرت عليا، ما خدمتش، ما حبسوا عنا البحر ما بقيناش كنعودوا للبحر، لا من ناحية الترفيه كترفاه في البحر في عين الدياب بالنسبة للصيف، لا من ناحية الخدمة. مدخول ما كانش هذا العام زعما داز عندنا مأزم بزاف. الله سبحانه وتعالى ما كينسى حتى واحد، ولكن راه كنتمنى من الله سبحانه وتعالى 2021 تدخل عندنا بالخير واليمن والبركات، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء في 2021 ونرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا كما كانت قبل. كنقولوا ديما الحمد لله هذا الشيء قسموا لنا الله، هذا الوباء اللي دخل علينا أثر على جميع المؤطرين وللاعبين كذلك، وكنتمناو من الله تزول هذه الشدة إن شاء الله وتدخل علينا 2021 بالخير والبركة وباش ما قسم الله. وكيف كنقولوا حنايا تأثرنا من ناحية المادية بالنسبة لنا كأرباب الأسرة وعندنا وليدات وعندنا هذا، ولكن كنقولوا الحمد لله ملي عندنا صحيحتنا وداك الشيء كل شيء كيفوت، وإن شاء الله كنتمناو 2021 تكون زاهية إن شاء الله وتشرق الشمس في المغرب إن شاء الله كامل، وترجع الطبيعة للحال ديالها إن شاء الله، وترجع لسيرتو الرياضة. الرياضة بالنسبة لنا حنايا المتنفس الوحيد اللي كنعشقوه كبار وصغار، لا أطفال لا كبار لا نساء، دونك هاد الرياضة ما خصهاش تحبس. وإن شاء الله كنتفائلوا خير إن شاء الله بهذا اللقاح اللي ان شاء الله غادي يخرج للحيز التنفيذ اللي قررته الدوله المغربيه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله كنحسوا غادي تفرج ان شاء الله. السنه 2020 دازت شويه صعيبه، نتمنى ان شاء الله سنه 2021 يرفع لنا ربي هذا الوباء هذا ونرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا، ونتمنوا الخير وسنه سعيده. نتكلم يعني في الظرفيه ديال كورونا اللي دوزنا تقريبا في هذه يعني المرحله ديال كورونا من شهر 3 حتى يعني حتى شهر 12، كان واحد يعني كان واحد طغات عندنا واحد الجانب كبير، وبحكم يعني الظرفيه ديال كورونا اللي عمت العالم، وكان تاثير كبير في معنا كمؤطرين حنا رياضيين داخل هذه الحياده، وعرف ان السبيل ديالنا وان العمل ديالنا راه هو الرياضه تقريبا. ما ذلك نقولوا حنا يعني ما كانش شي دعم من طرف الدوله للمؤطرين، بالاخص المؤطرين الغير مباشرين في اطار الجامعه يعني تحت لواء الجمعيات الرياضيه يعني الرياضيه اللي تنتميو للاحياء الشعبيه. وتنتمناو من بعد ان شاء الله يجون عندنا الله يجوز لهذا الوباء هذا يعني في الموسم 2021 و2022، نتمنى ان شاء الله يكون شي دعم من طرف الدوله يعني لهاد الجمعيات الرياضيه اللي عندهم يعني تيشرفوا على واحد ما يزيد على واحد 150 طفل ولا 200 طفل، يعني ما بقاش هذيك يعني العطاء بزاف وما كانش الدخل بزاف، حكم حتى الناس يعني ولاو متحفظين من جهه بحكم الظرفيه ديال كورونا والتباعد ويعني وتنتمناو من الله عز وجل ان يرفع لنا هذا البلاء بصفه عامه زعماك يعني بصفه عامه في يعني المسلمين او غير المسلمين. وان شاء الله نتمناو يعني 2021 يكون واحد الالتفاته يعني من الجامعه ومن الوزاره الوصيه لهذه الجمعيات الرياضيه. وبالنسبه لحنا حنا كمؤطرين يعني ما كانش واحد الدعم كبير، يعني راك عارف كي اللي راكم عارفين كي اللي يعني الرزق ديالو والدخل ديالو يعني في هذا المجال هذا، وتنتمناو من الله عز وجل ان يرفع هذا البلاء. منير بن طيق حكم جهوي ومؤطر رياضي. بالنسبه للجائحه ديال كورونا اللي مرات علينا في سنه 2020 هي جائحه تاثرنا منها ماديا ومعنويا ونفسيا،
والحمد لله دابا راه كاين اللقاح خرج للوجود ديالو ان شاء الله غيتم في الاسابيع المقبله ان شاء الله. وكنتمناو ان شاء الله في سنه 2021 ترجع المياه لمجاريها ويرجع السلم وترجع الحياه الطبيعيه في جميع الميادين، لا سوى الرياضه ولا الاقتصاد ولا جميع الميادين بصفه عامه. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر السلطات الخاصه والناس الساهرين على هذه البلاد هذه،